سوريا بعث يسأل ويقول نعيش في البادية ونربي الأغنام ونقتل في بيوت الشعب، ولا بد لنا وحالنا ما ذكرنا من مخالطة النساء، وأيضا النساء يختلطن بالرجال لأن ظروف الطبيعة تجبرنا على ذلك بالإضافة إلى ظروف البادية. أرجو أن توجهوا إخوانكم أبناء البادية إلى ما هو خير لهم وللمسلمين، جزاكم الله خيرا وثوابا. يجب على المسلمين حاضرة وبادية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا أسباب الفتنة، وذلك بلزوم النساء للحجاب الساتر لهن عن أنظار الرجال الذين ليسوا من محارمهن، وبعدم الخلوة، خلوة المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمه، لأن ذلك سبب لحضور الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء مما يثير الفتنة. فإذا عملت هذه الاحتياطات فإنه بإذن الله يزول المحذور وتحفظ الكرامة. أما إذا تسهل في شيء منها حصلت الفتنة، إذا تسهل في الحجاب كشفت المرأة عن وجهها أو شيء من جسمها عند غير محارمها من الرجال، إذا خلى رجل وامرأة في بر أو في مسكن أو في سيارة حصلت أيضا الفتنة. إذا حصل الاختلاط بين الرجال والنساء بحيث يكونون في مكان يختلطون فيه تتلامس أجسامهم أو يقرب بعضهم من بعض قربا يثير الفتنة ويحرك الشهوة حصلت أيضا الفتنة. فعلى المسلمين عموما بادية وحاضرة أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن يحافظوا أيضا على كرامتهم هم. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية الكريمة. فعلى المرأة أن تلاحظ هذا، وعلى أولياء النساء أن يحفظوا نساءهم من الوقوع فيما لا تحمل عقباه. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت عائشة أم المؤمنين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة في أن المرأة يجب عليها الستر الكامل عن الرجال، ويجب على الرجال غض أبصارهم وحفظ فروجهم وتجنب الأسباب التي توقعهم فيما لا تحمل عقباه.